هي الندوة النهاردة الحقيقة امتداد لبحث علمي ابتدى من أكتر من 4 سنوات بخصوص توفير بدائل للوقود في ظل أزمة الوقود اللي بتعاني منها البلاد من فترة طويلة. أزمات الوقود ما هياش أزمة إنتاج أو أزمة استيراد بقدر ما هي أزمة اقتصادية، لأن احنا بننتج تقريبا ما بين 60 إلى 65% من احتياجاتنا من الوقود السائل، وبالتالي كل ما تحتاجه البلاد لسد الفجوة بين العرض والطلب يتم استيراده، والاستيراد نعلم انه ضاغط على الموازنة وضاغط على الاحتياطي النقدي، اضافة الى ان هناك استخدامات اخرى. يعني الاستيراد بتاع الوقود البترولي في ظل هذا الدعم الشديد للمنتجات البترولية الحقيقة بيطغى على اولويات اخرى كالتعليم والصحة والمرافق. فمثل هذه النوعية من الوقود البديل تحقق ان شاء الله توفير لعملة صعبة نصرف منها بالمليارات وتؤمن احتياجات البلاد، وتطمننا على أن هناك عقول مصرية تستطيع أن توجد البدائل والحلول للأزمات التي نعاني منها. حاجتين الحقيقة لازم يتعملوا في نفس الوقت. الحاجة الأولانية الترشيد، ترشيد الاستهلاك أولا. لابد أن يكون هناك سياسة محددة لترشيد الاستهلاك، مثلا مثل منظومات الكروت الذكية، لأنها تبدأ بسد الفجوة زي ما قلنا بتاعة التهريب والتسريب، ثم تقنين مسحوبات الوقود لمحتاج الدعم، ثم بعد ذلك رفع الدعم بطريقة تدريجية من السلعة إلى المواطن المحتاج. فهذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أو الطريق الثاني هو زيادة الإنتاج والاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة، زي ما احنا شايفين النهاردة بدل ما احنا معتمدين بصورة كبيرة على الوقود البترولي في الكهرباء وفي النقل وفي الانتقال وفي هذه المناحي، يجب أن ننتقل إلى الرياح، إلى الطاقة الشمسية، إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وبهذا نقلل الضغط ونسد الفجوة عن طريق البدائل الكتيرة الموجودة. القصة يعني ده سؤال صعب قوي الحقيقة، لأن أنت بتتكلم في سياسات بقالها 30 35 سنة بتعالج قضية بطريقة غير صحيحة، فأنت مش هتقدر تحلها في يوم وليلة. زي ما بنقول قضية الطاقة في مصر هي ليست قضية انتاج واستهلاك او قضية تدبير منتجات بترولية بقدر ما هي قضية عدالة اجتماعية. هل من المنطق ان احنا ندي 80% من دعم الطاقة ل 20% من تعداد السكان، وال 20% من الدعم يذهب الى 80%؟ هذه قضية مفترض ان تكون محسومة زي ما قلت برفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمواطن، وده لازم يحصل على خطوات زي ما احنا بنقول قصص كروت ذكية لمنع التهريب والتسريب، وده في حد ذاته بنتكلم على 15% من إجمالي الدعم. نمرة 2 تحديد كميات معينة مدعمة. نمرة 3 تلجأ إلى دعم السلع، دعم المواطن وليس دعم السلع. في نفس الوقت بتتبع سياسات أخرى للترشيد، يعني سياسة الكوب المثقوب اللي احنا سايبينه يخر دوت واحنا نعمل إعادة ملء، دي سياسة بتضيع كثير من الدعم على الأرض. يجب أن ننظر إلى المحطات المتهالكة، يجب أن ننظر إلى السيارات المتهالكة، يجب أن ننظر إلى بدائل الوقود العادية. زي ما قلت السيارات التي تعمل بالكهرباء كيلو متر سير فيها يوصل بقرش ساغ، مقارنة باللي بتعمل بالبنزين أو السولار كيلو متر فيها بيوصل لجنيه وربع، فأنت بتتكلم ل 125 ضعف ناهيك عن التأثير البيئي. فيجب أن تكون هناك يعني السياسة اللي أنا بتكلم عليها سياسة متكاملة وتتطبق في كل على كل المحاور، أنك تبتدي توفر كمية من الغاز والسولار والمازوت الموجه للكهرباء، أنك تبتدي توفر شوية مازوت وغاز موجه مثلا لمصانع الأسمنت وتخش مكانه بفحم أو بمخلفات، أنك تبتدي تقلل اعتمادك على الوقود البترولي السائل في السيارات وتتحول إلى الوقود الطاقة الكهربية، وهكذا مجموعة من الحاجات اللي تمشي مع أنك تبتدي تغير في اللمبات اللي موجودة ذات الاستهلاك العالي وتنقلها بلمبات ليد، انك تبتدي تحط سمارت كارز على عدادات الكهرباء عشان نمنع التهريب والتسريب، انك تبتدي تحكم الرقابة على المنتجات اللي بتتهرب كهرباء بتتسحب من وراء العواميد، انك تبتدي تقلب عواميد الانارة مثلا اللي بتستهلك كهرباء طول النهار على الفاضي ومن تسمى وراء وقود بترولي تقلبها الى ناشطة. سياسة كاملة متكاملة تتطبق في كل المناحي على التوازي.